كيف تشكر النعم؟ النعم لابد لها من تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، ولابد لها من شكر بعد أن تأتي بالقلب واللسان والجوارح. هذه النعمة. إذن الخروج والخلاص من هذا الابتلاء، وحتى لا نكفر النعم، لابد قبل أن تأتي النعم أن نتعلق بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي النعمة لابد أن تشكر بالقلب واللسان والجوارح. قبل أن تأتي النعمة تتعلق بالله لا بغيره،